الحلقة بتبدأ مع جيش بيطارد عالم كده اسمه ساتكسون تقريبا، ما علينا. يعني المهم ان هو سرق ابحاث بملايين الدولارات وعمل منشأة للمتحولين الخارقين، والموضوع بقى خطير ومهم فشخلة، وبالذات ابو الصحاب ان هم يجيبوا الابحاث بتاعته دي عند بقى عمنا ستة. ده احنا هنسميه ستة ونخلص، يعني عند عمنا ستة بيكون بيعمل تجارب على مكون معين، ولما بينجح بيكون لسه هيستخدمه على الحيوانات، بس الجيش بيقتحم المكان وبيقفشوه من قفا امه. ولكن بتيجي ذبابة متحولة بتاعت عمنا ستة بتدافع عنه وتضرب افراد الجيش دول. القائد بعد كده بيقعد يضرب عليها النار لحد لما طلق طيف انا بالغاز وبتنفجر بالمكان باللي فيه باللي عليه بالابحاث باي حاجه موجوده. فافراد بتوع الجيش بياخدوا عمنا ستة من قفا امه عشان يعمل لهم ابحاث من اول وجديد، ولكن مش بياخدوا بالهم من المكون اللي لسه عامله واللي وقع على الارض. الزجاجه بتتدحرج شبه فيديوهات التيك توك وكده، وبتقع بعد كده في الصرف، ومن الصرف الى المجاري، والمكون بيتوزع على المجاري كلها. ولو مش واخد بالك ابو الصحافه، فده السبب ان سلاحف النينجا يتوجدوا اساسا. يعني هو لو ما كانش بتتدحرج ما كانش بقى فيه سلاحف النينجا. المهم بعد 15 سنه بنشوف سلاحف النينجا هم مراهقين، ولو مش عارف مين يعني هم سلاحف النينجا، فسلاحف النينجا معروفين. عندك مثلا ذو القناع الازرق هو ليوناردو يحارب بسيفه كل من يعترضه، اما دوناتيلو فهو بارع في الالات رافائيل، الجد لا يحب المزاح، مايكل انجلو ليس له مثيل في الظل ويحب الاسترخاء، حاجه شبه كده. المعلم سبلنتر اعطاهم مهارات يحارب ينبهها كلا اي شباب. المهم نشوف بعد كده سلاحف النينجا بيجهزوا نفسهم، هم رايحين لعمليه مهمه فشخ وخطيره، والله اعلم هيرجعوا ولا لا. الموضوع ده صعب جدا، هم رايحين يجيبوا طلبات من سوبر ماركت اللي في اول الشارع، هم لو نازلين الفجر فاقول ممكن الكلاب تيجي وراهم في الشارع، مش عارف يعني. ليوناردو بقى بالصحاب بقى واخد الموضوع على صدر قوي وانها مهمه صعبه، بس اخواته ساعتها بيشتموه يعني بيقولوا يلا بينا يا عم مش ناقصه امك على المسا يعني. بيروحوا بعد كده السوبر ماركت وبيجيبوا الطلبات وبيرجعوا للمعلم سبلنتر اللي بيكون قلقان عليهم، واتاري اساسا البهوات يا عم الحاج راحوا يتسرمحوا في العالم بتاع البشر ويتفرجوا على افلام بقى، فاهم انت من بعيد وليه ده سودا اساسا. فعمنا المعلم سبلنتر اللي هو المعلم رشدان يعني، فاحنا قلنا معلم رشدان عشان بحس المعلم رشدان تحس فاهم فيها رشدان كده، فيها بتاع الرشد كده فاهم، انما سبلنتر دي فيها من السب ده مش عارف فاهم. انا معلم سبلنتر سبلنتر مدى رشدان يعني. المهم المعلم رشدان بيقول لهم انتوا شكلكم نسيتوا احنا ليه بنكره البشر ولازم افكركم. الحد بتبدا وانا عندي 20 سنه، فار وحيد غلبان مفيش اي فار تاني بيحبه، ولا كلب ولا راكونز ولا اي كائن ولا نتاشا. المهم يعني ان اكتر كائن كنت بكرهه هو الانسان، حتى لما اتصاحبت على صرصار في مره بشرة دسوه اضطريت ان انا اكله، لحد لما في يوم نزلت المجاري ولقيت اربع سلاحف هو انتوا يعني قاعدين عمالين تلعبوا في المكون بتاع عمنا ستا ده، وكنت قاموا الكوانات ما حاولوش واخلا كانوا عايزين يأذوني، فساعتها خدتكم وربيتكم، ولما لمستكم اتعصت قصدي اتعصت بالمكون ده يعني، بقينا كلنا ساعتها كلاونز متحولين، وقعدت اربيكم 15 سنه 15 سنة واكلكم في بيتزا واحبكم ولاعبكم، وكنتوا مهووسين انتوا بقى ولاد الوقت بعالم البشر، فقررت في يوم اديلهم فرصة، ولكن البشر البشر عنصروا علينا وضربونا وكانوا هيدوسوكم. فساعتها انا جات لي ترومبا يا عيال مش عارف اخف منها بعد كده ولا لا، ومن ساعتها وانا قررت استخبى على طول، وبرضك عشان اقويكم علمتكم فنون الدفاع عن النفس وقتال النينجا والحاجات دي كلها. ونرجع بقى بصحاب الزمن الحالي، بعد ما المعلم رجان بيحكي وبيقول لهم ها اتأثرتوا ولا ايه الكلام يعني، طب يلا يا ولاد طب شهر بقى مفيش طعم من المجاري. المهم صحابي واخوات زعلانين جدا من ليوناردو عشان هو اللي فتن عليهم انهم رايحين يتفرجوا على السينما، لازم نروح نتفتن. من الليل عمنا دوناتيلو بيسال اخواته هل لو انتم كنتم بشر وتقدروا تعملوا اللي عايزينه كنتوا هتعملوا ايه؟ المهم منهم بقى بصحابي اللي قال هروح الثانويه، ايه الابن الاهبل ده يعني؟ انت يوم لما تبقى عامل زي البشر وتبقى نفسك تعمل حاجه تروح الثانويه، ده هنهرب منها. المهم ان منهم بقى اللي قال روح الثانويه زي ما انا قلت لك، ومنهم اللي قال هصاحب بنات، ده راجل جدع، ده راجل جدع وهيحان، ده حلو، ده تقريبا ده خطوته في الحياه يا دكتور مكاوي يعني مش عارف انا. المهم يا ابو الصحاب من الواضح ان هم كلهم مش مبسوطين بحياه المجاري دي وعايزين يطلعوا لعالم البشر. والله انا لما كنت بفضل في المجاري الحمد. بنشوف بعد كده عصابه بتسرق شاحنه فيها ادوات مشعه، وبعد شويه وقت بيقدروا ان هم يسرقوا الشاحنه باللي فيها بكل سهوله. البوليس بعد كده بيحاصرهم، بس بنشوف ان بيجي وحش طائر بياخد العربيه، وبعد شويه طيران بيهبط بيهم على سفينه مهجوره، بيلاقوا بعد كده على السفينه دي في وحوش بيغتصبوا ميتينهم وبياخدوا منهم الادوات بتاعتهم. يعني سلاحف النينجا بيهربوا من العقاب وبيطلعوا على السطوح وبيقعدوا يلعبوا بالسيوف واسلحه النينجا. مايكل انجلو بيكون عايز ان هو يجرب نجمه النينجا وبيصمم، فبيجرب
بتهربها وبتقع من على السطوحة دماغ بنت، ولكن الحمد لله بتكون لابسة خوزة واقية، ومن الواضح كده ان عميل ليوناردو اعجب بيها سيقة يعني. المهم البنت بتبدأ انها تزعل سلاحف النينجا وتقول لهم ما تخلوا بالكم يا عالم يا عر يا ولاد السلاحف انتوا. سلاحف النينجا بيكونوا واقفين فوق السطح واخدين وضعية صوت نباحك صوت صياحك يضربني يضرب أذني. المهم سلاحف النينجا بيشوفوا من بعيد ان في حد بيسرق موتوسيكل البنت وهي ماشيه مش واخده بالها، بيحاولوا بعد كده يقولوا لها انها تاخد بالها، ولكن كان الاوان قد فات والموتوسيكل بتاعها اتسرق واللي سرقه جرى. بعد كده ناردو بيحس ان دي غلطتهم وان هم لازم يصلحوا الوضع ويرجعوا الموتوسيكل للبنت من تاني، وبعد شويه كلام كده بيروح ورا حرامي وبيقتحم المكان بتاعه على اساس ان هو لوحده. طبعا يا باشا، بس بيلاقوا ان المكان مليان مجرمين اصلا، ولكنهم مش بيخافوا ولسه هيبداوا القتال. بيتكعبلوا والاسلحه بتقع في رجليهم، بيبقى شكلهم وحش قوي اساسا يعني، ولكن عشان هم متعلمين فنون النينجا بيقدروا يهزموا المجرمين حتى وهم بيهبدوا مؤخرتهم، بس بيهزموا المجرمين عادي جدا. المهم بعد لما بيفشخوا المكان بالمجرمين اللي فيه بيلاقوا حد فتح الباب فبيستخب، ولكنها بتطلع البنت بتدور على الموتوسيكل بتاعها، وبتشوف ساعتها سلاحف النينجا هم مستخبيين وبتقول لهم انها مش مهتمه بشكل النينجا ده، كفايه ان انتوا رجعتوا موتوسيكل انترول زي الفل والله. فساعتها سلاحف النينجا بيتشجعوا سيها كده بالصحاب وبيطلعوا لها، والبنت بتتفاجئ بشكلهم وبتفكرهم لابسين لبس تنكري ولا حاجه. بتقرب بعد كام منهم وتلمسهم وبتعرف ان هم سلاحف حقيقيين، ولكن الحمد لله مش بتنمر عليهم ولا بتاذيهم، بس برضك يعني انتوا جنسوا ملتكم ايه اصلا. ولما سلاحف بيلاقوا طيبه سيقه بيجيبوا بيتزا يقعدوا يحكوا لها بقى كل حاجه، وهي بتتقبلهم وتسحب عليهم وبتنصحهم علشان الناس يحبوهم محتاجين يساعدوهم في الاول زي ما عملوا معاها. واحب اقول لك يا ابو الصحاب المفاجاه ان البنت دي طلعت مين؟ طلعت ابريل ان 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 وعاملينها سمرا بام 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 عاملينها سمرا بام بام بام. انا عايز افهم فين حقوق الصهب يعني، عايز افهم بجد هو ليه كل اي شخصيه المفروض كانت صهبه اللي هم شعرهم احمر دول يعني ماشي هوب بتتحول شخصيه سمرا يعني، ليه اختلفت في ايه يعني؟ السود دلوقتي قاعدين سوري في لفظ السود يعني السمر دلوقتي يعني اللي هو ايه ده بجد دلوقتي الشخصيه دي بقت سمرا؟ ايه انا قويه ناو ايه يا اولاد سلاحف النينجا هم راجعين المجال بيشوفوا على التلفزيون ان في شرير في المدينه بيسبب حوادث كتير اسمه سوبر فلاي، فبتجي لهم فكره ان هم لو قدروا يهزموه كل سكان المدينه هيشوفوهم ابطال وبكده هيتقبلوهم. السلاحف بقى والصحاب بيوافقوا على الفكره دي ما دا ام 60 في 70 اللي اسمه ليوناردو، لان هو هيضطروا كده يكذبوا على المعلم رشدان، ولكنه في الاخر بيوافق عادي جدا يعني. وبيتصلوا بعد كده بالبنت اللي اسمها ابريل عشان كانت عامله ابحاث عن سوبر فلاي، وبيقولوا لها ساعتها الخطه وان هم محتاجين مساعدتها. عمتنا بقى ابريل والصحاب بتوافق بتقول لهم ان هم يقابلوها الساعه 8 بالظبط ان شاء الله بقى قبلوني. السلاحف بيقابلوا ابريل وبيقول لهم ان سوبر فلاي بيصنع حاجه مشعه عملاقه لانه بيستهدف الشاحنات اللي فيها مواد مشعه، وبتديهم بعد كده شويه اسامي مجرمين شغالين مع سوبر فلاي ومن خلالهم يوصلوا ليه. ساعه السلاحف النينجا بياخدوا اسلحتهم وبيروحوا يفشخوا المجرمين واحدا تلو الاخر، وبعد ضرب كتير سيقه لا هو سيقه يعني صراحه، بيعرف بعد كده ان في صفقه مواد مشعه هتحصل النهارده بالليل ما بين شخص اسمه باد بيرني وسوبر فلاي ده. فسلاحف النينجا ساعتها بيخططوا ان هم يقطعوا الصفقه دي ويلقوا القبض على السوبر فلاي وابن الكازمه اللي معاه، ولكن بيجي لهم رساله من المعلم رشدان ان هم ييجوا فورا حالا بالا للطوارئ. بيجوا على المعلم رشدان وبيلاقوا ان هو امر طارئ جدا جدا. المعلم رشدان امه تقريبا مسافره وعامل حفله، بس هي ما تجيش على غفله ولا جرنا تبلغ عنها ولا الكهرباء تعمل قفله، لا الكهرباء كل يوم بتعمل قفله بس ده مش موضوعنا. سلاحف النينجا ساعتها بيقولوا له ان بقى حاج رشدان بس احنا ورانا حاجات مهمه نعملها ومش ناقصه طبيعه بتجين امك على الميزه، انت راجل حكيم وزي الفل ورشدان في نفسك اللي جالك على كبر دي يا حاج يعني. هو بس هم ما قالوش كده صراحه، بس انا حاسس ان هم عايزين يقولوا الكلام ده، دي جدعانه من عندي يعني باخدها واحطها في اي حاجه. بيروحوا بعد كده لمكان الصفقة وبيشوفوا من بعيد سوبر فلاي وجنوده وصلوا المكان، والصدمة ان هم مش بشر انما يبقوا وحيد قرن وخنزير ودبان وحيوانات تانية كتير كده متحولين شبه السلاحف بتوعنا. سلاحف النينجا بينزلوا يقابلوهم وبيعرفوا ان نفس اللي حصل مع سلاحف النينجا حصل مع عصابة سوبر فلاي، فيعتبروا كده بالصحاب الاتنين ولاد عم لابن الاب واحد الا وهو عمنا ستا، عمنا ستا هو اللي فشخهم كلهم في افكارهم. المهم سوبر فلاي بيعرفهم بفرقته اللي بيبقوا تافهين اساسا وشبه سلاحف النينجا في حاجات يعني كده. بعد كده بياخدهم معاه المقر بتاعه وبيحكي لهم على قصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحدوته بتبدا في الاول خالص مع الدبانه اللي كانت بتدافع عن ستا، الدبانه دي بتبقى السوبر فلاي. المهم بعد لما ستا اتقفش سوبر فلاي اخذ بقيه الحيوانات اللي في المعمل ورباهم كاخوهم الكبير لانه اكبر واحد فيهم، طب ليه ما عملش شبه المعلم رشدان يعني؟ المهم بعد فتره من الصحاب خرجوا لعالم البشر وحصل مع
معاهم نفس اللي حصل مع المعلم رشدان. يا عيني يا ابني، بس الفرق هنا ان المعلم رشدان لما حصل معاه كده استخبى، انما السوبر فلاي لما حصل معاه كده مسك البشر اللي بيجري وراه وعدم ميتين امه العافي لحد لما موته. ايوه كده، انت صحيح، ايوه هي دي، هو ده الدبانه البارد انا عارفه. المهم يا الصحاب، سوبر فلاي ساعتها اخد قرار انه هيقتل كل البشر وهيخلي متحولين هم المتحكمين بالعالم، وعشان ينفذ خطته قرر انه يصنع اله ويحط فيها شويه من دمه اللي فيه المكون بتاع ساتا، والاله هتوزع المكون ده على العالم كله، فالحيوانات كلهم حرفيا هتبقى متحوله ويقدروا يتحكموا بالعالم بسهوله ويقتلوا البشر. وسوبر فلاي يعتبر خلاص جمع كل اجزاء الاله وهيشغلها النهارده، ولكن طبعا سلاحف النينجا اللي بيحبوا البشر وبيكرهوا الاشرار مش بيوافقوا على كلام سوبر فلاي. المهم يا صحيح ان هم بيعملوا نفسهم وكانهم موافقين، بس عشان فاهم سوبر فلاي ما يغتصبهمش. دوناتيلو وصحابه بيقول لسوبر فلاي ان هم هيركبوا العربيه اللي فيها الاله، وسوبر فلاي يركب العربيه اللي قدامهم ويوجههم للطريق. المهم بعد كل ده بحركه لطافه كده السلاحف بيدوسوا على الفرمل بسرعه، فعصابه سوبر فلاي واللي معاهم بيطيروا من العربيه، والسلاحف بيسوا العربيه وهاتك يا فكيك. كان بياخدلهم في سلانهم، ما عندهمش ديل اصلا، والسلاح ما عندهمش ديل، وعندهم ديل ده شيء محير جدا يعني. طبعا يا صحاب دلوقتي مش مهم حوار الديل ده، المهم ان سوبر فلاي مش هيسيبهم في حالهم، بتحسب على كده مطارده كبيره ثيقه ما بينهم لحد لما العربيتين بيتقلبوا والجيش بيحصل سلاحف النينجا وبياخدهم معاه. بيفوا بعد كده يا صحاب السلاحف بيلاقي نفسهم مربوطين وقدامهم عالمه اسمها سينثيا اوتوروم. اوتوروم دي تركية دي ولا اوتروم ولا حكايه، يا دين امي على الاسامي. مهم سينثيا دي سينثيا. المهم يعني بقى الصحاب البوليه دي بتقول لهم انها تستخدمهم في صنع جنود خارقين في الجيش، مثلا دولفين بيزرع قنبله في الميه، نسر بيحارب طائرات العدو، كلب بلدي بيعض اي حد نزل في الشارع بعد 19 بالليل. المهم كل ده بالصحابه يستخدمهم بدم سلاحف النينجا لان فيهم المكون بتاع عمنا ساتاكسون كده. شايف ساتاكسون ده تحسه بيار روبابيكيا ولا ايه؟ ابرل بقى بالصحاب في الوقت ده بتروح للمعلم رشدان في المجاري وبتقول له ان سلاحف النينجا في خطر ولازم ان هو ينقذهم، وفعلا المعلم رشدان بيشمر بوكسره وبيروح المختبر بتاع سانثيا دي وبينزل ضرب في اي حد يقابله في وشه لحد لما بيوصل لسلاحف النينجا وبيفكهم بنجاح، وساعتها بيقولوا له على كل حاجه حصلت وان هم لازم يوقفوا عصابه سوبر فلاي قبل ما يفشخوا البشر كلهم. سيبوهم يا جدعان يفشخوا البشر، انا عايز اموت اساسا. المهم الصحاب بعد كده بيروحوا لمقر سوبر فلاي قبل ما يشغل الاله، واثناء ما هو مشغول بيكلموا العصابه بتاعته بيقدروا ان هم يقنعوهم ان العنف ليس هو الحل، وان هنالك الكثير من البشر الطيبين مثل ابريل مثلا ممكن يتقبلوهم عادي جدا. لا انا مش تقبل دبانه، انا مش بطيقهم اصلا. ساعه الحلقه بتاعت السخره دبانه فشختني فيها، مش هتقبل دبانه. المهم بالصحاب بعد ما بيخلصوا كلام بيروحوا بعد كده يقولوا سوبر فلاي نفس الكلام، ولكن سوبر فلاي مش بيعجبه الكلام ده وبيشغل ساعتها الاله وبيقول لهم اللي عايز يوقف الاله يوقفنا انا اوليه. بقى بينزل بعد كده بالصحاب ضرب في سلاحف النينجا وفريقه وبيعمل منهم شويه ماسوري اكسترا 300، وزي ما احنا عارفين الكتره بتغلب الشجاعه، فالفريق اللي كان بتاع سوبر فلاي وسلاحف النينجا بيحاولوا ان هم يزقوا سوبر فلاي على الاله عشان يموت. ساعتها فهم يدمروه يدمروهم كلهم وينعميتين ابوهم كلهم، ولكنهم مش بيقدروا يعني، لحد لما بيجي عمي وعمك وعم عيالي وعم عيالك ماشي ولا ما عرفوش ابدا ما عرفوش يعني. المهم بيجي راجل عظيم او الفار العظيم جدا المعلم رشدان وبيزق معهم سوبر فلاي على الاله، والحمد لله الاله بتنفجر، ولكن سوبر فلاي بيقع في المكون بتاع ساتا ده وبيتحول لوحش عملاق فشخ وبيهجم على المدينه. يا ابني انا مصمم دبانه بضحك. المهم بالصحاب في حاجه كويسه حصلت، ان فريق سوبر فلاي فريق سلاحف النينجا بيتحدوا مع بعض وبيبداوا معركه كبيره ثيقه 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 جدا يعني مع الوحش اللي هو كان سوبر فلاي ده. قبل بقى بالصحاب بما انها صحفيه طب مش عارف تستخدم في الدريم لاند ولا ايه يعني، بتنشر خبر ان سلاحف النينجا بيحاولوا يقفوا الوحش العملاق وان هم ابطال ليسوا بوحوش، فالبشر ساعتها بيساعدوهم وبيقدروا والحمد لله جميعا ان هم يهزموا عن طريق ان هم يبلعوه رصاصه كده من صنع سانثيا بتدمر اي كائن من صنع الساتاكسس. المهم ان البشر بعد كل ده بيشوفوا سلاحف النينجا ابطال وبيتقبلوهم والحمد لله، ومش بس كده بالصحاب دول بيتصوروا معاهم وبيشجعوهم. ايه ده اللي انت بتعمله ده معلم رشدان؟ ايه ده نتفليكس نتفليكس حتى المعلم رشدان حتى المعلم رشدان يا ولاد الكل يا ولاد الكل المعلم رشدان يا ولاد الكل ودادي لك الطعنه من اقرب فار الي يا رب يكون الوحش ده انت يا وانا مش واخد بالي يا نهار اسود المعلم رشدان طلع الوان يا رجاله المعلم رشدان طلع الوان يا رجاله ها بس كده بالصحاب
بس كده توتا توتا تايتين ام الحدوته خلص. حسبي الله ونعم الوكيل في نتفليكس. ده كنت فاكرك راجل رشدان، طلعت راجل حيحان. انهم سلاحف النينجا، انهم سلاحف النينجا، انهم سلاحف النينجا، هم اربعه السلاحف وابطال يحاربون شر الليل النهار، ينقذوننا من الاشرار، ياكلوننا بيتزا باستمرار مهما كانت التحديات، لو توقف من المشكلات سيفعلون ما بالامكان يقضوا على الشر في كل مكان. تن 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 سقنا الازرق هو ليوناردي يحارب بسيفه كل من يعترضه، اما دوناتيلو فهو بارع في الالات رافائيل، جدا يحب المزاح، مايكل انجلو ليس له مثيل، خريف الظل ويحب الاسترخاء، المعلم سبلنتر اعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات. انهم سلاحف النينجا، انهم سلاحف النينجا، انهم سلاحف النينجا. وي ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم وسهام عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وتعمل فولو لزياد محمد عشان هو اللي منشئ الفيديو ده، وتخش على الديسكربشن تحت وهتلاقي قناه حدوته جيمنج فتعمل لها سبسكرايب، وهتلاقي القناه بتاعتي اللي هي حسن فات فتعمل لها برضه سبسكرايب، وهتلاقي قناه حدوته كارن فبرضه تعمل لها سبسكرايب، وانت ماشي كده هتلاقي لينك خش منه على قهوه حدوته، اشرب لك حاجه واستناني جوه، وبرضه اعمل سبسكرايب وانت قاعد. وي بس كده كده، سلام عليكم.